إذن من هذه الآراء نرى ونقدر حجم هذه المشكلة. الحكاية تبدأ مع كل مباراة، فهذا يحمل شعار وآخر أعلام فريقه يجلسون على الأغلب في إحدى المقاهي يتابعون بشغف انتظار النتيجة. أصوات وضجيج، يتطور الأمر لنقاشات حادة ثم اشتباكات بالأيدي، والمحصلة عنوان عريض: إنه هوس التشجيع. يعني من متابعة المباراة أو الشباب للمباراة عبر الشاشة إلى وقت يرجعوا ينتقلوا على أرض الواقع، ونحكي هلأ عن الجوانب السلبية اللي بتفرزها تشجيع الكرة، ومنعرف قديه في مشاكل بكل البلدان، يمكن كل بلد منا واجه مشاكل وتوقف الجمهور أو حتى كمان تحاسب النادي. رح نحكي عن الأمور شوي السلبية من خلال الهوس. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع منرحب بسيد أحمد شوم، لاعب المنتخب اللبناني وفريق الأنصار سابقا، يلي موجود معنا ويلي رح يحكينا عن بكل معنى الكلمة الهوس بكرة القدم بشكل عام، يعني بشكل أساسي وأكيد الرياضة بشكل عام. مساء الخير أحمد. هلا، مساء النور فيكم. بتحب الهوس أول شيء؟ يعني اليوم أنت كلاعب إيه؟ أكيد ما بيحب الهوس. أكيد أنا فيني رد بحالي. لا تقلي لأنه هو لاعب، يعني اللاعب بحب إنه واحد يكون في جمهور. أنا كنت لاعب. لا، في كل واحد بيحب شغله، بس إنه لدرجة معينة يعني كل شيء له حدود. بس مش لدرجة إنه واحد وصل لحتى توصلنا لمشاكل او لخناقات مع الغير. ما ننسى اللي صار، المأساة اللي صارت في مصر الاخيره. هذا كمان الاهلي وحتى كمان نعم. بلبنان، يعني بالنسبه لهطنا لبنان كان في مباراه نهائيه بين النجم وال صار في وفيات؟ نفس الشيء. لا نعم، ما صار في وفيات، بس صار في مشاكل يعني خلال المباراه والجمهور، وكان في وراها بعدها باسبوع كمان مباراه الكاس، يعني حرموا نادي ثاني من الجمهور كرمال حساب التصرف كم واحد شغل الملاعب. نعم. طيب شو بنعني بالهوس؟ يعني وين بتوصل الفكره للهوس؟ شوف، في كتير مؤرخين حددوا شغلة لكرة القدم أنه هي تتبع، هي تقريبا مثل سيكولوجية الحرب، أنه بس أنه الحرب هي صراع، ولكن كرة القدم هي تنافس. أوكي، تنافس سلمي، أما هناك الصراع بيؤدي للقتلى إلى أمور ما حدا بيحبها. فيها دفاع، فيها تكتيك، فيها فن، فيها كل شيء. وحتى كمان بنفس طريقة آخر شيء وقت الحرب واحد بيربح يرفع العلم، ونفس الشيء كمان بالفوتبول. ولكن هذا الصراع منه موجود، ما في شيء اسمه صراع بكرة القدم، هو تنافس سلمي بس مفروض. اوكي، هذا هو تنافس سلمي، وحتكون اكيد ردة الفعل لازم تكون بس انه معلش انه انا بحكيكي وبزرك لك وهالشغلات، بس اكيد ما حتوصل لدرجة المشاكل. يعني احمد كانه عم تقول انه كيف ما بتبلش الحرب، المشكلة من التعصب، التعصب لهالفريق، فبنصير انه مش قابلين انه اي فريق ثاني ممكن يحقق نتائج احسن من نتائجنا. نعم. او انه يكسب، او انه هذا طبع الانسان هو حد ذاته، لانه انا انسان، اي واحد ما بحب الهزيمه لحاله، عرفتوا؟ وحتى في واحد ثاني بيلاقي انه هذا ربح، لا انا خسرت وما بعرف. هيدي بتعود كمان لتربيه الشخص وتفهمه كثير للمواضيع اللي هو عايشها يعني بالمجتمع، ومنها كره القدم. طب هي منا شغله بسيطه انه واحد بيزرق للثاني، يعني اليوم اذا هلا بنحضر بالعالم بنلاقي. نعم. انه بكل الكفيات وقت يكون في مباريات بنلاقيهم قاعدين عم بيحضروا وبيحمسوا، وشغله نوعا ما رياضيه. نعم. الا بالعالم العربي منا شغله رياضيه. شوف، يعني ولا مره شفنا حدا مشكل بين ارسنال وميلان مثلا وعلقوا هون. لا بحس فيه، انا قصدك ضمن الكره العربيه. بس ضمن الكره العربيه ما بتلاقي يعني هالروح الرياضيه، ولو في هوس. يعني برا في هوس اكثر. شوف، شيء طبيعي. هلا إيه بالنسبه للهوس الكره العالميه اكيد اكثر، لان هون العالم يعني بنت كيف بدي اقول لك طموحاتها على فرق، بس ما عم بتحقق لها شيء. مظبوط. يعني عم وصلوا انه عم بيلعبوا مثلا كثير مباريات بتصير بين منتخبات عربيه او فرق عربيه ضد فرق ومنتخبات من برا، واكيد بتكون المحصل هي الخساره للفرق العربيه. فهذا بيولد عند الشخص انه نوع من الغضب، انه نحن ليش ما عم نكون احسن من هون، عم بيحطوا كثير يعني بيرموا على الفريق العواقب، انه انتم السبب، انتم هالشغلات هذه، عم وصل واحد لحاله من العصبيه. هلا اللي بننتبه له ايضا انه قد ايه يمكن العربي صار بحاجه انه هالفوز، لانه شوي عم بيغطي عن اشياء ثانيه، كب الثاني واشياء ثانيه مش عم بيقدر يكون فيها. مثلا انا في تونس بعرف انه الفوتبول كان او كره القدم شيء يعني لاهي كل الشعب، الشباب. نعم. فجاه بعد 14 جانفي بعد الثوره التونسيه ما بتحس كيف صار الفوتبول شيء حديث جانب، يعني غير الموضوع الاساسي هو السياسه، وصار صار في سياسة. يعني صار كان في جانب كانه فيون الشعب. نعم. عم بيلهيهم، عم بيحسوا انه هن عم بيحققوا نجاحاتهم وعم بيفوزوا فقد ايه هالشيء مزبوط يمكن بالعالم العربي كمان. انه ما عندنا متنفس اخر حتى نعبر عن الاشياء اللي جواتنا، فكله بالفوتبول عم بيصب غضب. شوفي، لعبه هي الفوتبول هي اول شيء فيها الفن والتكتيك وشغلات، يعني بتمتع الانسان.
وهي مثل ما معروفة انه هي اللعبة الشعبية الأولى بالعالم، اوكي، لهذا السبب. على في كثير عالم كمان بحب الغنى، في ناس بحبوا انه بالرقص، كثير جوانب ثانية، اوكي، بالهذا. بس انما كرة القدم هي بتتعدد جوانب فيها، انه فيها تكتيك، بنشوف لاعبين، بنشوف الجماهير، الاجواء، الاعلام، يعني الضغط الاعلامي اللي بنشوفه على المباريات الكبرى، هذا بيجذب انتباه المشاهد انه انا احضر كرة قدم. فهمت علي؟ كمان الدور الاعلامي هون بيلعب دوره كثير. في طابع قولك ايجابي من الهوس، يعني في شيء ايجابي، في ميلة ايجابية من الهوس هلا ولا كله سلبي؟ شوف، الميلة الايجابية انا باعتقادي انه هي الواحد، يمكن اي واحد، اي انسان هلا بالمجتمع عنده ضغوطات وعنده همومه اليومية وعنده في كثير مشاكل، بيلاقي حاله، يعني بيلاقي حاله من هذا. بس انه كمان توصل درجة الهوس مثل ما كنت عم تحكي اول الفقره، انه وصل لمرحله المشاكل ونضرب بعض وما بعرف شو، اكيد هذا منه مقبول ابدا. مزبوط. اوكي، هذا يعني الامور تخرج عن السيطره. قلت لك شغله، هذه بتعود لتربيه الشخص وبحد ذاته والمجتمع اللي عايش فيه. في ناس بتلاقيهم ولا احسن من هيك، مربيين بيروحوا بيحضروا كره خلص مقتنعين بالنتيجه، اما في ناس ثانيين بتلاقيهم اوكي انه هذا ربي ما بعرف وين بيجي، لا نحن خسرت انا ما بقبل الخساره، بده يرجع يعيد المباراه حتى يربح. عرفت ليه؟ هلا جعفر ببدايه الحوار حكى عن مصر، طبعا اللي صار بورسعيد مجزره، كانت شيء ما بيتكرر وان شاء الله ما يتكرر. يعني ما بعرف اذا بالعالم ككل صار هيك شيء، انه كانت شيء يعني مصيبه شيء. نعم. يعني هلا اللي وانت عم تحكي عن قد ايه هيك الجمهور بيتفاعل مع هاللاعبين وهيك وهالتغطيه الاعلاميه الفوتبول، يعني انا المقابلات البسيطه اللي بحضرها وكاس العالم لما بتكون. نعم. عن جد الاحساس بيكون ما بعرف شو هال بالجسم عم بيطلع فينا بادرينالين، بنصير انه يا الله كانه انت عم تلعب وانت بتكون مخصصك بالفوتبول، طابه ما بتقدر تمسكها، بس انت حاسس حالك فايت بالموضوع بطريقه شرسه، انه بدك تكسب. صح، هالشيء يمكن بحطنا بحاله ثانيه. هو اول شيء في كثير عالم مثل ما قلتي انه ما بيعرفوا بالفوتبول. بس انا كيف انا ما بعرف بالفوتبول، كيف بتلاقيني هيك دغري فت بالفوتبول من الاجواء اللي حوالي، يعني العالم والهواس والاعلام، التلفزيونات، وين ما بتفتح جرايد كليات وكاس العالم. هذا كمان بشدني انه انا عندي فضول، صرت اعرف انه هذا شو، يعني شو هي الفوتبول. ففي كثير عالم ما خصهم بالفوتبول، بتلاقيهم يعني بجوانب ثانيه بالحياه، بتلاقيهم لا بدنا نيجي نشوف شو فوتبول، ليش العالم مهتم فيه، ليش يعرفوا تفاصيله. نعم. طيب كابتن احمد، انت عن تجربتك الشخصيه، انت نعم. كلاعب لما تكون في ملعب مليء بالجمهور، نعم. هل هذا ينعكس على ادائك لما يكون ملعب فاضي؟ يعني انا اشوف ان حتى اللاعب يتاثر بالهوس او بالاصوات وبالتشجيع، بس ما يزيد عن حده. يعني هذا هل بالفعل ياثر فيك انت كلاعب لما يكون في جمهور، واذا كان الجمهور او جمهور النادي المنافس اكثر من جمهورك انت، بياثر عليك سلبا في الاداء؟ لك شيء طبيعي معروف بكره القدم، جمهوره رقم 12 بالملعب، هو 11 لاعب الفريق بيقولوا هذا اللاعب رقم 12، يعني كانه هو لاعب بالملعب. هلا انا لعبت مباريات بدون جمهور وشفت الفرق وقت العب مباراه مع جمهور. كيف تحس؟ يعني وقت العب بدون جمهور حس حالي عم بلعب انا رفقاتي بالمنطقه. تدريب. تدريب عادي، كانه تدريب العادي. يعني ما في اجواء حماس، يعني مباراة جمهور ما تحس انها مباراه. لا ابدا ابدا، تعتبر هذه عقوبه قاسيه لاي نادي انه يلعب بدون جمهور. شيء طبيعي. يعني انا من جمعه راقبت مباراه لبنان بلبنان، نهائي كاس لبنان بين النجم والانصار. يعني الصراحة نجم الأنصار قطبي الكرة اللبنانية ونحن معودين عليها حماس وجماهير وهيك، انحرموا من مشان المشاكل اللي صارت مباراة الصفا والنجمة. فتخيل الصراحة ما في، يعني أنت عم تحضر المباراة حتنام، يعني عرفت علي؟ ما فيها الحماس الجماهيري. حتى اللعيبة ما لهم نفس يلعبوا. شيء طبيعي أكيد، لك الجماهير بتعطي كثير حماس للاعب، يعني بتدفعه حتى يقدم، يمكن أنا برأيي يمكن يقدم ضعف مستواه قدام ما يلعب انه بدون جمهور. معقول يعني هالدرجه انه مو بتعطيك دافع لما يكون في ناس تتفرج عليك، انت بتحب تستعرض مهاراتك امام الناس. وبعدين شوف في كثير، شوف الجمهور حتى جمهورك امرار بينتقدك بقلب الملعب، اذا انت ما اديت مستوى منيح بتلاقي عندك انتقادات ومسبات بتسمعها بينتك، يعني بتعرفون في منهم مهووسين بيجوا دائما بين الناس. فانت بتصير بدك انه لا انا بدي ظبط، بدي العب منيح مشان نرضي الجمهور، انه هيدا العالم اللي عم تركض ورانا وهيك، انه نحن بدنا نفرحهم. بصير هذا اللاعب يفكر فيه كثير. يعني هون من ناحية اذا واحد لقى حدا بس عم بيشجعه قد ايه بينبسط، فكيف اذا كان جمهور هالقد كبير. انا بدي اروح معك على موضوع الهوس، يعني اليوم بالعالم، وهلا نحن بنعرف كثير اصحابنا واخواتنا بيلبسوا التونيات، يعني بتلاقيهم بكل تمرين بكل محل، حتى بالظهرات حتى بالسهرات، يعني السهره اللي بيروح فيها واحد مرسم بيروح لابسين تيشيرتات او قمصان لها علاقه باللاعبين، واكيد اللاعبين الاوروبيين. قد ايه هذا الشيء برايك ساعد اول شيء الشركات انه تستثمر اكثر، وخاصه الشركات التجاريه، وقد ايه ساعد الهوس، او قد ايه يمكن ضاعف الهوس عند الشباب انه صار في شيء
لبسه يعني انا انا هذا هو هلا شوف اي واحد هلا انا كمان بكاس العالم انا ارجنتيني فبتلاقيني بلبس كنزه الارجنتين انه بس انه كشعار انه انا مين بشجع اوكي دم العالم ونعمل هيك حماس جو من الحماس اما بالنسبه للشركات الراعيه يعني موجوده تجاري وين ما كان بالعالم هذا والتجار بينطروا يعني فترة معينة حتى انه يقدروا يعملوا فيها مربح او شيء ومنها كأس العالم ومنها في كثير كمان بطولات ثانية بس هي اهم بالنسبة للتيشيرتات كأس العالم وبصير في احتكار عليها فليه هون الشغلة كمان بالنسبة للاحتكار طب شغلة الاحتكار انه كمان اذا ما كان في رقابة اكيد حتفلت الامور يعني هذا في كثير شغلات حتصير يعني خارج يعني في تقليد وفي اصل ما هيدا بدي احكي عليه بتذكر يمكن بكأس العالم جنوب افريقيا 2010 يعني كمشوا على الحدود شاحنات كنزات هي كلها مزوره وهذا يعني رصدوها على هذا فهذه بتعود للرقابه نوعا ما يعني طيب انت احمد من واقع يعني تجربتك الشخصيه بعود يعني هل انت صادفت في حياتك اثناء مسيرتك كلاعب اشخاص عندهم هوس سلبي يعني لدرجه انه صادفتهم في حياتهم سببوا لك مشاكل تصرف سببوا لك مشاكل او شيء لا شوف ما سببوا لي مشاكل بنشوف عالم بيزعلوا هيك بس مره صارت معي حادثه يعني شفت قريب للنادي كنا قاعدين انا والاصحاب كنا خسرانين مباراه فشفت رجال كبير يعني وماشي وحتى يعني بعد شوي تلاقي حيوع بالارض وهيك فشافنا هيك وصار يبهدلنا خير شو عم نحكي معه هيك قال انتم عملتوا لي جلطه تخيل يعني رجال كبير وعلى اخر عمره حمص بيجي بقول لك انه حضر مباراه لانه انه شوف الهوس اللي عنده انه وصلت معه رح تصير معه جلطه صح فهمت علي؟ هلا طبعا بالعكس نحن صرنا نقول له انه لا ما لازم توصل لهالدرجه اللي الفوتبول فيه ربح وخساره يعني واحد لازم يتقبل هالشيء طبعا في الفوتبول في شيء كثير بيضحك انه بيكون مثلا عم بيسجل هدف يا عمي معلم شو هالمعلم فجاه يعمل غلطه صغيره محمر قلت لكم ما كان لازم يطلع يعني المتفرج فارس يعني دائما بحس حاله كثير فهمان هلا حكينا عن الملايين هذاك ايه عن جد حكينا عن العقوبات اللي عم بتصير احيانا لما الفريق بيصير في شغب الملعب والشماريخ ايضا سايره على ظهره كثير موجوده بالملاعب من بين هالعقوبات انه يصير الماتش ويكلو يعني ما في جمهور ما في حاضرين طبعا بياثر كثير مثل ما حكينا عن اللاعب بس اللي بدي احكي عليه انه كانه هن عم بيعاقبوا اللاعبين والفريق لانه الجمهور نفسه ما في شيء بيأدب هالجمهور في مشكله ايضا يعني عم بيدفع حق اللاعب والنادي هلا اللي انا بيلفت انتباهي لما بشوف مقابلات بحس هالجماهير يعني في ظاهره ايضا ايجابيه من هالتشجيع لانه مثلا لما يكون عندك عرض وبدك تعمل مثل أغنية بتدربوا عليها يمكن بدك أشهر حتى يزبط وكله يحكي على نفس الهيدا بالملاعب مش طبيعي كأنهم مدربين يمكن مش طبيعي يعني في ثقافة ملاعب رهيبة بتتفرج تستحلي تشوف كيف بيقوموا كلهم هيك بيقوموا أمواج بشرية أمواج وساعة الأغاني بتزبط على كيف هيك ما بتحس قد إيجابي شوفي هيدي كمان على الممارسة يعني الجماهير كرة القدم تقريبا يعني فئة كبيرة بتلاقيهم معودين على بعض يعني بتلاقيهم على طول يمكن في صار في تعارف وصار في اصدقاء كلها مرة الملاعب ايه. اوكي وما تنسى شغله كمان بقلب الملعب في عم يكون في مايسترو مش لحالهم عم بيقوموا باي ملعب بيكون في قائد مثلا قائد هيدي الجماهير وقائد هيدي الجماهير وهو بحركهم هن كمان يعني اوريدي بيكونوا معودين انه نحن شو بدنا نعمل على الممارسه إيه؟ شوي بصير بتزبط معهم بتلاقيهم كانوا فرقه هالشيء كثير ايجابي انا بشوفه كتعاون على ذكر الهوس انا يمكن يحضرني موضوع الجمهور الانجليزي كان معروف على مستوى العالم انه من اكثر الجماهير فيها شغب حتى في بطولات الامم الاوروبيه كان في مجموعه من المعروفين بانهم اصحاب مشاكل حتى يكون في عندهم حظر او عدم دخولهم للملعب فهي ظاهره اعتقد انها عالميه وحتى موضوع التلفزيون الحين ادى مثل ما انت ذكرت ان الشاب يمكن الرجل الكبير في السن عن طريق التلفزيون تاثر يعني مش مساله انه لازم يكون موجود في الملعب يتاثر حتى لو كان من خلف الشاشه حتى من خلف الشاشه كمان نفس الشيء فهذه يعني سحر الكره شوف غريب. بالنسبه للجماهير الانجليزيه برا يمكن هم عندهم عادات يمكن شوي بتختلف عن اكيد وكثير بتختلف عن عادات العربيه انا بسمع مش حاضر ولا مباراه برا بس بعرف انه برا كلياتهم بفوتوا شربانين لجوا على المباراه يعني ما تخيل واحد اذا خسر فريقه ما في يتحمل حاله كيف اذا واحد سكران يعني هذه مشكله بتصير هذه بتؤدي للصراع هلا رح ننهي حديثنا وبس هيك في واحد ياباني مشهور جدا ممرن اجى راح تونس تيشوف احدى الفرق فاجى شافوا هن عم بيتمرنوا جماهير كثير كبيره وين بيتمرنوا فطلع قال شو اليوم فرصه
رسميه بتونس، قالوا لا اليوم يوم عادي، قال كيف طب هو كلهم شو عم بيعملوا هون؟ احنا عن جد مهنه صارت، يعني ناس عن فراغ على البطاله كمان يمكن على قله الاشياء الحلوه بحياتهم يمكن كله بالفوتبول تمرين كان ولا ماتش وهيك. وانا بقول لك نيالك بهالاحساس لانه ما عاش هيك شيء عن جد ناقصه شيء بحياته. لا حلو احساس حلو. شكرا لك يا احمد وان شاء الله بالتوفيق كمان هلا. شكرا لك شكرا لك على الاستضافه. راني فاصل ولا شو حسيتك؟ بريك وبنرجع احنا وياكم. فاصل ونعود، خليكم معنا.